ومع ملكة الأسماك للمأكولات البحرية والشيف سيد. إيه اللي في دماغك النهاردة؟ طبق شوربة سيفود أبيض ولا وايت صوص؟ وايت صوص. تمام. المكونات يا جماعة؟ المكونات كابوريايا كاليماري دي يا جماعة قبل ما تتنظف هتتنظف وتتقطع هتبقى زي تبقى بنفس الكلام ده. وبعد كده شايف طماطم وشايف في جندوفلي ولوكس وجندوفلي وجمبري وجمبري يا ام كريم، الوجبه دي لو انا هاخدها نية تكلفني كام؟ كنت عامله طبق سفود انا قريب ب 50 جنيه. يعني ده ب 50 جنيه من غير السوبيايا دي، من غير الكاليماري دي. هي دي يا عم احمد، هي نفس هي بعد ما تتنضف اهي. بص يا جماعه سليمه يعني الطبق ده كده يكلفك 50 جنيه. انت حضرتك هتاخده وتفرج على الفيديو بتاع ملكة الأسماك واعمل زيه بإذن الله. اتفضل يا شيف سيد. مكوناتنا دلوقتي السيفود والزبدة أساسي، وتوم مفروم ولبن وكريمة لباني ومجموعة بهارات يا جماعة خلي بالكم منها. فلفل أسمر كزبرة، شطه دي حسب ده سبايسي وكاري وبهارات سمك. نتابع مع بعض الخطوات ان شاء الله. الطاسه شويه زيت، سنه الزبده، معلقه زبده متوسطه، ونخش عليها بمعلقه ثوم زيت زبدة ثوم، وبعدين هنخش بالتشكيلة كاملة اتفضل مع بعضها كلها. وطبعا هنقلب لغاية لما تنزل المية بتاعتها يا ابو السيد. صح. تمام. بدأت يا جماعة الجمبري يلف، وهنبدأ نخش بيه مقدار. وبعد كده سنة انت قلت لي التوابل دي متروكة لكل واحد يزود ينقص، شوف ايه التوابل اللي بتعجبك وضيفها مش كده؟ عندك الكزبرة جميل جدا. الله يا جماعة. كده عم احمد اتشوحت اللحمه كله شوح وابتدت الزبده. تمام. هتبدا تضيف قليل من الميه اكيد عشان تستوي. اتفضل. طبعا كوبايه ميه متوسطه، وهنضيفها على شوربه السي فود. اهم حاجه يا عم احمد الايه، الميه تغطي السي فود يا جماعه. المكونات تمام تغلي وتعتبر تستوي خالص واخر حاجه احط اللبن، لان اللبن والكريمه واطفي على طول عشان ما يقطعش معايا ويجبن يا جماعه. وبالمصادفه يا جماعه شوفوا الزيت اللي شغال بيه ملكه الاسماك على سهوه، لا متحضره ولا هي مترتبه، اقسم بالله وانا بصور شرب سي فود ده مستوى الزيت ونظافة الزيت بتاع ملكة الأسماك. كده تمام يا أبو السيد؟ تمام كده يا عم احمد. يلا ضيف الأول الكريمة بعد كده اللبن مش كده؟ الكريمة بالترتيب يا جماعة. هنضيف الكريمة كتير قوي الكريمة دي ولا حلوة؟ لا هي كده كتير، أنا خدت على قد الطبق. برافو عليك يا جماعة، خدنا حوالي 3 معالق صح؟ واللبن برضو نص أو ربع كوباية. وقبل ما يغلي يا جماعه وقبل ما يقطع يعني يفصل اللبن ويكلكع حبيبات كده اطفي. اوكي سواء عم احمد تمام. وعبي اجمل طبق سيفود. ولما تيجي تحط السيفود بتحط الاول المكونات بتاعته اللي هو الجندوفلي والفواكه البحر والكاليماري
بصوا يا جماعه لون الكريمه يعني حاجه مش دسمه عشان ما تتعبش معده اللي بياكل يا جماعه. تمام. بص اطلع عيون ادي واحد الكبريائي هنا واحد الكبريائي هنا. اتفضل خلي الدماغ ده. المنظر النهائي لشربة السكوت. الله عليك يا شيف سيد. احلى وابسط طريقه لطهي شوربه سي فود بمكونات الاستاذ قالت لي ما كلفتش ايه حاجه 50 جنيه 50 جنيه يا جماعه. انت بحط من عندك الزبده وحط من عندك الطهي. لكن لو انا خدته كده كامل بكام؟ 50. والله جميل جميل. ووجبه مع شويه رز شويه مكرونه سباكيتي زي ما انت بتحب. هتاكل وهتشبع وهتدعي لملكه الاسماك بالملك عبد الله. كل التحيات ليك يا شيف سعيد. المكونات جميله والتسويه بتاعتها جميله. فيها كل المكونات زي ما انتم شايفين. صحة وعافية يا جماعة. أنا بجري رأيكم على مطعم أسماك ملكة الأسماك إدارة أم كريم.